السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الله الجميع يكون بخير إن شاء الله. الحدث الأقوى في الفترة الأخيرة والأهم واللي بعتبره أكبر علامة على اقتراب النجم أو الطارق ذو الذنب، طارق الدخان. حدث متكرر يوميا، لكن المرة دي مؤشر خطير بأن القادم والله أعلم هتزداد العلامات إن أراد الله الاقتراب للطارق والاستمرار في مسيرته. الحدث الأقوى من الناحية العلمية على الإطلاق حتى الآن إن الأمور بتتسارع. الحدث ده بيؤكد كلامنا اللي بنتكلم فيه من 3 سنوات، واللي مش هو لوحده، لكن أنا بعتبره أوضحهم أو يضاف ليهم كدليل قوي باقتراب النجم ذو الذنب. هنتعرف على الحدث ده في حلقة اليوم إن شاء الله. كلنا كمتابعين عارفين إن تأثير اقتراب الطارق بيكون على السماء، والظواهر الكتيرة اللي بدأت تظهر وعلى الأرض كمان من تغيير كبير وغريب في المناخ. لكن كنا بننتظر إما بركان كبير أو زلزال قوي جدا، وقلنا إن سبب الخسوفات 3 اللي وردت في الحديث، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، غالبا بسبب زلازل الميجا القوية اللي هتتخطى 9 درجات، وربما والله أعلم حدوث براكين قوية جدا، وده الأرجح. وبسبب البركان القوي هيحصل زلزال قوي يتخطى 9.5 درجة على مقياس ريختر. لكن علشان نعرف بنتكلم على ايه بالظبط، خاصة موضوع الزلازل ده، والامور تبقى واضحة، نشرح سوا بسرعة يعني ايه زلازل من حيث القوة بتاعتها، يعني علشان نقدر نعرف ايه الزلزال بالتحديد المنتظر من تأثير اقتراب الطارق. هنا بالنسبة لمقياس ريختر أو قياس الدرجات، هنا الأقل من 2 درجة بيبقى الوصف بتاعه دقيق وما بيشعرش به الإنسان ولا الحيوانات وملوش أي تأثير. اللي درجته من 2 لـ3 أو اللي هتظهر عندك هنا من 2 لـ2.9 ده صغير جدا وبترصده لأجهزة الرصد، لكن لا يشعر به الإنسان. من 3 لـ3.9 أو هنعتبره من 3 لـ4 ده صغير جدا برضو، بيشعر به الإنسان ولكن نادرا ما يتسبب بأي أضرار. من 4 لـ5 ده خفيف، يعني زلزال لكن خفيف بيشعر به الإنسان، بيحرك الجمادات، الزلزال بيبقى ليه صوت لكن لا يحدث أي أضرار. من 5 لـ6 بيبقى زلزال معتدل، بيحصل تضرر للمباني الصغيرة لكن ما بيضرش المباني الكبيرة بشكل كبير. زلزال من 6 لـ6.9 أو يعني من 6 لـ7 درجات بيبقى زلزال قوي، بيتسبب بأضرار لمسافات بتوصل لـ160 كيلومتر من نقطة المركز. من 7 درجات لـ7.9 أو من 7 لـ8 بيبقى زلزال كبير، بيتسبب بالكثير من الأضرار على مساحات شاسعة. زلزال من 8 لـ9 ده زلزال عظيم، بيتسبب بأضرار كبيرة جدا لمسافات تصل إلى مئات الأميال من المركز أو بؤرة الحدوث. زلزال من 9 لـ9.9 ده زلزال عظيم، بيتسبب بأضرار كبيرة جدا لمسافات تصل إلى 1000 الأميال. اللي أكتر من 10 درجات أو بداية من 10 أو أكتر ده لم يحدث حتى الآن، وغالبا بيسمى بالزلزال الملحمي، يعني هو ما حصلش لكن ممكن يحصل. ده ترتيب الدرجات بتاعت الزلازل. طب ندخل على مقياس تاني خالص اللي هو الطاقة الزلزالية المنبعثة اللي بتكافئ مادة الـ TNT شديدة الانفجار. هنبتدي من 0 لغاية يعني من 0 وبعدين نص وبعدين 1 و1.5 وهكذا. 0 بتبقى 1 كيلو، 1 كيلو مادة الـ TNT شديدة الانفجار. الزلزال اللي بدرجة نص ده الطاقة بتاعته 5.6 كيلو جرام مادة TNT، الطاقة الناتجة عن انفجار قنبلة يدوية كبيرة. اللي بدرجة 1.32 كيلو جرام الطاقة الناتجة عن انفجار احد المباني. الزلزال بدرجة 1.5 178 كيلو جرام من مادة TNT، الطاقة الناتجة عن انفجار القنابل التقليدية المستخدمة في الحرب العالمية الثانية. زلزال بقوة 2 ريختر 1 طن الطاقة الناتجة عن انفجار القنبلة التقليدية المطورة المستخدمة في الحرب العالمية الثانية. زلزال بدرجة 2.5 5.6 أو يعني 5.5 طن الطاقة الناتجة عن انفجار القنابل الضخمة شديدة الانفجار المستخدمة في الحرب العالمية الثانية.
بدرجة 3 ريختر 32 طن. الطاقة الناتجة عن انفجار قنبلة الذخائر المكثفة الانفجارية بالهواء MOAB بدرجة 3.5 ريختر 178 طن. الطاقة الناتجة عن انفجار مفاعل تشيرنوبل عام 1986، ده اللي بدرجة 3.5. الزلزال اللي بدرجة 4 بيسمى 1 كيلو طن، أو الطاقة بتاعته اللي بتعادل الطاقة الناتجة عن انفجار قنبلة ذرية صغيرة. الزلزال اللي بقوة 5 32 كيلو طن، ده بيعادل انفجار القنبلة الذرية في ناجازاكي وزلزال لينكولنشاير في بريطانيا عام 2008. الزلزال اللي بقوة 5.5 178 كيلو طن، 6.1 ميجا طن. زلزال بقوة 7 32 ميجا طن. زلزال 8 درجات بقوة 1 جيجا طن. الزلزال بدرجة 8.5 5.6 جيجا طن. الزلزال بدرجة 9 ريختر 32 جيجا طن، 9.5 درجة 178 جيجا طن. أما آخر زلزال اللي لم يحدث حتى الآن، أو زلزال الملحمي اللي بيتقال عليه، بيكون قوته 1 تيرا طن من مادة الـ TNT شديدة الانفجار، وده لم تسجل أي طاقة بهذا المقدار حتى الآن. طيب كده خدنا فكرة عن الزلازل عموما من مقياسها العادي خالص وتأثيرها وقوتها بمقارنة بمادة الـ TNT شديدة الانفجار. طيب اللي يهمني النهاردة أنا بتكلم على إيه؟ يوم 25/3 كان في خبر عن رصد زلزال عنيف ضرب قبالة جزيرة الكوريل الروسية قد يتبعه تسونامي. الزلزال ده قالوا ان هو قد يتبعه تسونامي، ليه؟ لانه قوته وصلت لسبعة وستة درجة على مقياس ريختر كان صباح يوم الاربعاء. طبعا لان الزلزال قوي زي ما انتم شايفين وكان في جزيرة، فمن الطبيعي انه يتسبب في تسونامي. وطبعا اصدروا تحذيرات لمتابعة حدوث الامواج المد العاتية اللي هي التسونامي، ان هي ممكن تحصل في اي وقت. طبعا الجزيرة اللي حصل فيها الزلزال ده فوق حزام النار في المحيط الهادي اللي احنا بنقول بيحصل فيها زلازل وبراكين كتير جدا، لكن ما حصلش اي حاجة ومفيش يعني تقريبا يعني حتى وقوع خسائر بشرية او اضرار مادية من الزلزال، مع ان الزلزال قوي. انما كل اللي انا كنت بتكلم فيه ده كان مجرد توضيح علشان ابتدي اتكلم في الزلزال او العلامة اللي انا قلت عليها اللي بدأت تقلقني او تقول ان احنا فعلا اقتربنا من المرحلة الخطيرة او بننتظر زلازل الميجا. والزلزال ده هنتكلم عليه بوضوح لان في امور خطيرة جدا ومهمة جدا لازم نوضحها. خبر بيقول ان في زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر ضرب بيرفيل بالقرب من خليج ألاسكا، ويعد اقوى زلزال يسجل عالميا هذا العام 2020 حتى الان. اما موضوع خطر تسونامي فحصل زي الزلزال اللي قبليه برضو. في البداية عملوا تحذيرات كبيرة جدا في جنوب ألاسكا وشبه الجزيرة، وعملوا تنشيط على مسافة 300 كيلومتر حوالين الزلزال، لكن لغوه بعد كده، قالوا لا مش هتحصل تسونامي بسببه. المركز بتاع التحذير من تسونامي في المحيط الهادي قالوا بناء عن المعايير الأولية للزلازل ان امواج تسونامي خطيرة ممكنة على السواحل اللي بتصل لأكثر من 400 كيلومتر من مركز الزلازل، وقالوا كمان ان التسونامي ده ممكن يوصل للسواحل الأمريكية والكندية في أمريكا الشمالية. الزلزال ده بقى اتكلموا فيه كتير قوي، عشان كده بقول لكم ان الزلزال خطير، لازم نسمع الفيديو لغاية الاخر لان الزلزال ده مش عادي. وانا اعتقد والله اعلم انه تم التعتيم على قوة الزلزال ده بطريقة يعني ممنهجة شوية. الزلزال ده حسوا بيه على بعد مئات الكيلومترات. في خبير زلازل اسمه مايكل ويست قال ان الزلزال ده ضخم جدا، وقال كمان ان الزلزال ده نتج عنه طاقة تعادل 15 مرة اكتر مما اطلقت في زلزال انكوريج 2018، وده كان زلزال ضخم جدا. وقال برضو ان الزلزال ده كان قريب جدا من زلزال ألاسكا العظيم 1964، دي الزلازل اللي يعني كان ليها علامات في التاريخ. فهو بيقول ان الزلزال ده قريب جدا من زلزال ألاسكا العظيم 1964.
وهنا كمان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن الحجم الأولي للزلزال ده كان 7.8، وإن مركز الزلزال كان على بعد 800 كيلو متر جنوب غرب إنكوريج. يعني مفيش تثبيت أو تأكيد على القوة اللي هي 7.8، لأن أنا شايف إن هي أكتر من كده، لكن حصل عملية تعتيم وهنثبت الكلام ده مع بعض دلوقتي. طبعا ساعتها زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي عمليات الإخلاء، أول ما سفارات الإنذار والتحذيرات حصلت الناس وقفت بالمئات طوابير علشان يعني يهربوا من بعض المدن اللي كانت مشكوك فيها أن يحصل تسونامي. كمان ظهر فيديوهات كتير في الميديا عن أصوات مرعبة نتيجة الزلزال، يعني حصل أصوات نتيجة الزلزال ده كانت أصوات مرعبة جدا. برضو بعض السكان في بعض المدن اللي بتبعد 160 كيلو متر من الزلزال، 160 كيلو متر من مركز الزلزال، حسوا باهتزاز قوي جدا. وكمان بعض البيانات بتقول انه اكتر من 500 ميل، يعني ما يعادل 805 كيلو متر من مركز الزلزال في منطقة انكوريج. فتخيل لما يحصل زلزال وناس تحس باهتزاز قوي جدا على بعد اكتر من 805 كيلو متر. عايزين نركز بس ان الزلزال مش قوته 7.8، لان استحالة قوة 7.8 في جزيرة وعلى بعد 800 كيلو متر الناس تحس بالاهتزاز القوي. ألاسكا من أكتر الولايات الأمريكية فيها نشاط زلزالي، يعني من أول يناير لحد دلوقتي تسجيل 25,000 زلزال، 25,000 زلزال في ألاسكا من بداية 2020 لغاية النهاردة. الزلزال ده عمل خسوفات كتيرة قوي من النوع المتوسط في كودياك ألاسكا، حصل انهيارات في جبال، حصل تصدعات أو شقوق على الطريق زي ما احنا شايفين على الطريق السريع في ألاسكا، يعني زي ما بنقول كان زلزال مش عادي خالص. يعني طبعا لما حذروا الأول وقالوا ان هيحصل تسونامي ده كان نتيجة انحسار البحر 8 امتار، يعني بدأ البحر يتراجع 8 امتار، فقالوا لا ده هيحصل تسونامي قوي جدا، والكلام ده زي ما احنا شايفين في الفيديو ظاهر قدامنا. بعد كده حصل 31 هزة ارتدادية في ألاسكا، اكبرهم كانت 5.1 و5.7 و5.8 ووصلت ل6.1، كلها كانت هزات ارتدادية مرتبطة بالزلزال اللي هو 7.8 بتاريخ 22/7/2020. طبعا هم يعني مستمرين في الخداع زي ما احنا بنقول في كل الامور اللي بترتبط بالتغيير او التأثير ده، لان هم في البداية قالوا مفيش تسونامي، لكن حصل زي ما انتم شايفين موجات تسونامي، وده نوع من التعتيم زي ما احنا بنقول، لكن بعد كده كل الامور بتظهر. يعني هنا زي ما احنا شايفين الصورة دي بتوضح قراءة الزلزال في الاول اللي هو بقوة 7.8، وده المكان بتاعه طبعا قريب من الجزيرة جدا. دي ال 31 هزة ارتدادية في ألاسكا زي ما احنا قلنا عليهم، دي زي ما انتم شايفين كده الصور بتاعتهم، وطبعا زي ما احنا شايفين الصور والفيديوهات اللي بتقول او بتورينا ان الناس بدأت يعني تهرب كلها من مكان الزلزال، وده طبعا بعد تحذيرات التسونامي. هنا طبعا التصدعات او الخسوفات القوية اللي حصلت في جنوب ألاسكا بسبب الزلزال، طبعا زي ما انتم شايفين ضخمة جدا، دي بعض الخسوفات برضو اللي حصلت في الطريق نفسه، برضو هنا في خسوفات او تشققات ارضية، دي جوه منزل من المنازل، طبعا حاجة ضخمة جدا. هنا الطريق برضو مدمر تقريبا بالكامل. خطورة كمان الزلزال زي ما احنا شرحنا في الاول موضوع العمق، الزلزال ده بقوة 7.8 ده اللي هم قالوه، لكن كان عمقه 10 كيلو، العمق 10 كيلو ده خطير جدا. غالبا الزلازل بتحصل مثلا على عمق 100 كيلو، بتوصل ل300 كيلو، لكن عمق 10 كيلو ده عمق خطير جدا، زائد القوة الكبيرة بتاعة الزلزال لو اعتبرنا ان هو 7.8، لما يوصل لعمق 10 كيلو بس ده بيخليه زلزال خطير جدا.
في خبر هنا كمان مهم بيقول حلقة النار على وشك الانفجار مع زلزال كبير. طبعا الموضوع ده انا مش برجحه، انا بقول علم عند الله سبحانه وتعالى، لكن هم ليهم حسابات تانية. لكن انا بقول اذا اقترب الكوكب اكتر من كده هيحصل ضغط وهيكون في براكين غالبا كبيرة جدا هتكون ناتجة عنها تصدعات وزلازل خطيرة جدا اللي هتتسبب والله أعلم في الخسوفات الثلاثة اللي احنا بنقول عليها، ودي من أكبر العلامات. لأن بعد زلزال بعد ما بيتخطى 8.5 ويدخل على 9 بيبقى زلزال خطير جدا. الزلازل اللي احنا متوقعينها والله أعلم نتيجة اقتراب الكوكب هتكون أعلى من 9.5 درجة، ومش هيكون زلزال واحد والله أعلم، هيكون موضوع كبير. لكن ده تحذير من ان احنا بنقترب من الامر ده. لما يكون زلزال لسه قبله 7 و6 وبعدين 7 و8 وتحصل كمان زلازل كتيرة بعد كده تدخلنا في حالة من الخوف ومن الرعب. طبعا انا كنت ناوي اعمل الفيديو ده بعد ما قلت لكم على طول بيومين، لكن يعني دايما انا بتأخر في الفيديوهات، لكن بحاول اني ما تأخرش. لكن المرة دي يقدر ربنا ان يحصل زلزال تاني من يومين في الجزائر، او يعني زلزالين، واحد بقوة 4.9 والتاني بقوة 4.5. من المفترض انها زلازل يعني مش قوية قوي او في حدود المتوسط يعني، لكن زي ما احنا شفنا يعني عملت مشاكل كبيرة قوي في الجزائر، بيوت وقعت كتير، تشققات في الارض زي ما احنا شايفين. يعني استحالة يكون ده زلزال بقوة 4.5 او 4.9، يعني ده شكل زلزال، ده خطة 6. الزلزال ده حصل 7/8/2020 يوم الجمعة اللي فاتت. طبعا زي ما انتم شايفين الخسائر والشكل العام للزلزال يعني حاجة ضخمة جدا، يعني مشكلة كبيرة حصلت، لكن الحمد لله يقال انه ما حصلش اي خسائر في الارواح. يعني مثلا تسبب في انهيار كلي لمنزل 4 ادوار، التشققات في المنازل داخل المنازل، في الأعمدة، في الجدران، في الشوارع. طبعا زي ما شايفين برضو الأرض هنا مقسومة نصين بشكل مخيف. يعني هل في تلاعب مثلا في النتائج بتاعة المقياس نفسه أو الأجهزة اللي بتقيس الزلازل، أو الزلازل دي فعلا غريبة مش معتدين عليها يعني بتعمل دمار كبير زي اللي انتوا شايفينه في الأرض، لكن بتظهر بمقياس مش عالي؟ لأن زي ما احنا شايفين ده زلزال يتخطى 6، يعني مش بالمنظر ده، يعني زلزال شكله مش عادي خالص. حصل طبعا بعد كده توابع أكتر من زلزال، يقال إن هم 4 أو 5 بقوة، يعني آخرها كانت وصلت ل3 و3.5 تقريبا. يقال إن المنازل دي قديمة، لكن الهدد رهيب قوي. يعني حتى لو مش المنازل قديمة، طيب التشققات اللي في الأرض الضخمة دي ملهاش دخل بالمنازل القديمة، فالزلزال فعلا وضعه قوي. الفيديوهات بتظهر قدامنا طبعا زي ما انتم شايفين، دي التشققات اللي موجودة في الأرض أو الخسوفات اللي مسببها الزلزال. الشق الكبير قوي في الأرض اللي احنا شايفينها دي، يعني فاصل الأرض عن بعض حاجة عجيبة قوي. بيقولوا ان اكتر من 33 منزل او 35 منزل انهاروا، فيهم منازل يعني قديمه وفيهم منازل زي ما انتم شايفين وضعها يعني مش قديمه جدا. يعني فالزلزال يعني تقريبا اضخم او اكبر من الخمسه وخمس درجات او 4.9 زي ما بيقولوا، حتى لو العمق بتاعه قليل. يعني فهو حاجة من الاثنين، علشان برضو ما نظلمهمش زي ما دايما بنقول، يا إما في تلاعب في النتائج اللي بتظهر، أو في نوعية جديدة من الزلازل اللي احنا مش عارفينها بتسجل بطريقة يعني زي ما احنا شايفين العادية، لكن الناتج بتاعها أو الخسائر بتاعتها أعلى من المعتاد. ده نفس اللي حصل في زلزال ألاسكا اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، اللي هو كان داخل على 8 ويعني بالشكل العام بيقول ان هو تخطى 8. فبالطريقة دي اللي احنا شايفينه الفترة اللي جاية، اذا كان زي ما بنقول دايما يعني اذا كان ربنا اراد سبحانه وتعالى واقترب اكتر من كده، هيبقى في زلازل اكبر وهتتخطى زلازل الميجا. ده اللي احنا منتظرينه طبعا، لان الزلازل دي اللي هتثبت فعلا ان احنا مقتربين جدا. ربما يتراجع الامر تاني الله اعلم. يقال ان في
زلازل ضخمة جاية في السكة، سواء في مصر، المغرب، الجزائر، زلازل قوية. يقال كمان ان في زلازل في تركيا ممكن تحصل، لكن الكلام ده محدش يقدر يتكلم فيه ولا حد يقدر يتوقع اي زلازل، وهم نفسهم اعترفوا بالكلام ده. لكن احنا بنقول ان السبب اللي احنا معتقدين ان هو المسبب الوحيد لكل اللي بيحصل ده بإذن ربنا سبحانه وتعالى، اذا اقترب او اذا تراجع فالدنيا هتهدى شوية. يبقى احنا النهاردة بدل ما كنا بنتكلم على سبب قوي جدا اللي هو زلزال ألاسكا اللي احنا اتكلمنا فيه وقلنا ان هو مستحيل يكون 7 و9، ده يعني يتخطى 8، يعني ممكن يوصل 8.5. لكن حتى لو افترضنا ان هو 7 و9 احنا كده دخلنا في الجد يعني، او اقتربنا شوية. كل الاراء او اراء الخبراء بيقولوا ان في زلازل والله اعلم اكبر من كده هتحصل، لكن احنا ضد الكلام ده. احنا بنقول ان اذا كان في مسبب، احنا بنعتقد ان الله سبحانه وتعالى جعل هذا النجم بيضغط على الارض فيحدث هذه الامور اللي بتحصل، تغيرات مناخية او زلازل او براكين، وبدأنا ندخل في السبب اللي احنا كنا معتقدين ان احنا منتظرينه. زي ما قلت في الاول هيتسبب في الخسوفات الكبيرة، سواء عن طريق بركان يتسبب في زلزال او يحصل الزلزال لوحده. لكن ده يحصل امتى؟ لما يقترب جدا، يعني خلاص بقى دخلنا في الجد، فهتبتدي زلازل تحصل بقوة 9 و9.5 وتتخطى الكلام ده، هتكون سبب في دمار كبير جدا. لكن يعني انا شايف ان دي مؤشرات بس مش اكتر، يعني في اعتقادي انا والله اعلم ان الفترة اللي جاية هيحصل فيها زلازل من النوعية دي، وممكن الاماكن اللي مش متعودة على زلازل كتير هيبتدي يحصل فيها زلازل كتير الفترة اللي جاية والله اعلم. قلنا اقترابه بيأثر والتأثير هيزيد، حتى الكواكب في فيديوهات انا بجهزها بتحصل امور غريبة اليومين دول وهما بيحاولوا يغطوها بمواضيع تانية. موضوع برضو الحرائق اللي مالية الدنيا دي اللي هي نظرية فيها هتكلم عليها برضو غير اللي الناس بتقوله. الموضوع يعني احنا دخلنا في منطقة زي ما قلت لكم الفترة الاخيرة دي، قلت لكم ان الموضوع هيدخل في الجد، ما كنتش بتكلم وخلاص. في ناس بتنسب كل اللي بيحصل ده للمؤامرات والماسونية، وانا ما بنكرش الكلام ده، وفي برضو حلقة مهمة جدا ان شاء الله هتكلم عليها الحلقة اللي جاية على طول. لما عملت بوست على الفيسبوك وبرضو قلت هتكلم عليه في حلقة جاية، في ناس حصل لها ضيق بطريقة غريبة قوي، مش ضيق عادي. وانا اتفاجئت كمان من كم التعليقات، انا قلت يمكن 5-6-10 هيقولوا الكلام ده، لكن الموضوع طلع كبير قوي. فهنعرض كل التعليقات قدامكم وهنتكلم في السبب في الموضوع اللي حصل ده ان شاء الله من حوالي كم اسبوع كده. فكل الامور داخله في بعض، في مؤامرات وفي ماسونيه، لكن مش بالطريقه الفجه اللي الناس بتتكلم فيها وبتخوف الناس منها. هم بيخططوا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اوقات بيأذن لهم علشان ده مكر منهم، ولكن هيجي عليهم ان شاء الله. لكن ربنا مش هيسيبهم يتحكموا في الكون بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، لدرجة اللي الناس بتقول لا ده هما بيتحكموا دلوقتي، هما مشروع سيرن ومشروع مش عارف ايه، وهما اللي بيزلزلوا الدنيا، وهما اللي بيعملوا الفيضانات، وهما بيعملوا كل حاجة. فخلاص بقى مفيش مش ربنا، لا في حاجات هما ممكن يعملوها وفي حاجات ما لهمش دخل فيها خالص. فزي ما بنقول النهاردة زلزال ألاسكا ده زلزال خطير جدا، هنراقب مع بعض وهنترقب إذا كان هيحصل حاجات زي دي مشابهة أو أعلى، لكن نحاول يعني ناخد احتياطاتنا من الزلازل الفترة اللي جاية. يعني الناس اللي قاعدة في أماكن بيحصل فيها زلازل كتير يعني تحاول تحذر شوية وتكون على استعداد، لأن احتمال كبير والله أعلم تحصل زلازل في خلال الفترة اللي جاية دي. عايز برضو انوه عن حاجة يا جماعة قبل ما اختم الفيديو، بلاش نربط الاحداث السيئة بالسنة، ما نربطش سنة معينة بحاجة مش كويسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا خير القرون قرني ثم الذي يليه. فكل ما بنتقدم في القرون او في اقترابنا من يوم القيامة بتكون كل سنة اصعب من التانية. لكن نتهم ان السنة دي سنة سيئة وسنة دخل علينا دخلة وحشة والكلام اللي يعني ما ينفعش يتقال، فلا يجوز تسب الظهر. السنة بقى، الشهر، اليوم، الساعة، الكلام ده حرام نتكلم فيه بالطريقة دي، حتى لو بالهزار. دي أقدار ودي ابتلاءات وإحنا مخلوقين عشان نموت، فالمواضيع يعني ما تتخدش بالطريقة دي. إحنا نمشي في حياتنا عادي خالص، وإحنا لما بنتكلم على الأحداث دي ما بنخوفش نفسنا ولا بنخوف الناس،
احنا بنقول يا جماعة سواء في الرخاء او في الشدة قرب من ربنا سبحانه وتعالى. ما بقولكش يبقى ملاك وانا مش ملاك ولا حاجة، ولكن بننصح بعض علشان احنا عايشين في الدنيا وقت قليل، طال بقى اثر احنا كده كده ميتين، فما نحاولش نتعلق فيها قوي. حتى لو تعلقت فيها وحبيت تعمل فيها كل حاجة، اعمل اللي انت عايزه كله طولك وعرضك، لكن ما تغلطش في حق ربنا سبحانه وتعالى. حاول بقدر الامكان يعني تخاف ربنا، تعيش حياتك عادي خالص مفيش اي مشكلة، لكن تقترب لربنا، بالذات لما يكون في كوارث بالمنظر اللي احنا فيه ده. يعني احنا عايشين في كل لحظة دلوقتي، يعني انا ما بلحقش على الفيس مثلا ان انا انشر كل اللي بيوصلني، ساعات بزهق ما يعني مش قادر انشر كل الكلام ده. الدنيا فعلا كوارث كتير قوي، فتن كتيرة جدا، الموت بقى قريب من اي حد، فاحنا بنقول قرب من ربنا سبحانه وتعالى، عشان لو قدر ربنا وموت في اي لحظة يعني تموت صح ما تموتش غلط، يعني زي ما بيقولوا. بكده يبقى فيديو اليوم انتهى على خير ان شاء الله. ما تنسوش زي ما بنقول كل مرة، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.